يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. عوده بعد غياب، وحشتونا ونتمنى ان احنا كمان نكون وحشناكم. راجعين لكم في يوم في منتهى الاهميه، واحد من اهم ايام ولقاءات الموسم ده. يمكن الاهلي وفاق الصيف النهارده طبعا على بعد ساعات من المواجهه المنتظره والمرتقبه في سبيل تحقيق حلم الاهلاويه كلهم وتحقيق النجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي في بطوله دوري الابطال او رابطه الأندية الأبطال. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. والحقيقة عندنا كلام كتير جدا نقوله، وأهمه وأوله التوقيت. التوقيت اللي يمكن يكون صعب واللي مزود شوية من حبل المباراة، مش بس على الجمهور لكن كمان على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى إدارة النادي الأهلي. رب ضارة نافعة هي المقولة الأنسب للظروف اللي بيخوض فيها الأهلي المواجهة. وجماهير النادي الأهلي مش قادرة تنسى أبدا ماتشاته الأخيرة في الدوري اللي خسر فيها 7 نقاط متتالية. كانت مفاجأة، كان مطب صناعي، كان حاجة ما كناش منتظرينها ولا متوقعينها، وخصوصا طبعا في ظل ثقتنا وفي ظل العروض الكويسة اللي قدمها نادي الأهلي من بداية الموسم لغاية الفترة الأخيرة. لكن بقول رب ضارة نافعة لأنها فرصة كبيرة جدا لتصحيح المسار، فرصة كبيرة جدا لمصالحة الجمهور اللي من حقه طبعا يكون زعلان. وخدوا بالكم واحنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي وهو زعلان، هو مش زعلان عشان خسر بطولة. المنافسة ما زالت قائمة، والأهلي بعد مؤجلاته ممكن جدا يكون في صدارة المشهد مرة تانية. لكن الزعل هنا على المستوى وعلى الأداء، الزعل هنا على جمهور لا يرضى أبدا فكرة أنه يكون في المركز الثاني، ولا يرضى أبدا أنه الأهلي يقدم عروض مش على المستوى. احنا نتكلم على جمهور استمتع وفرح وافتخر بفرقته على مدار موسمين أخيرين حقق فيها الأهلي تقريبا معظم الألقاب، وخصوصا طبعا وأهمهم لقبين متتاليين لدوري الأبطال. ورغم كده، ورغم برونزيتين في كاس العالم، ورغم 2 سوبر أفريقيا، ورغم دوري وكاس، ورغم كده الجمهور زعلان لمجرد أنه الفريق خسر 7 نقاط في المنافسة على بطولة الدوري. مش خسر البطولة، ده خسر 7 نقاط، تعادلين وخسارة أمام المصري، قلبوا الموازين ولخبطوا كيان الجمهور. عشان كده بقول أنه اللقاء النهاردة فرصة كبيرة جدا لمصالحة جماهير نادي الأهلي. وقبل ما أتكلم على الأهلي وأطمنكم عليه، طبعا الحلقه كلها النهارده عن ماتش الاهلي وفاق الصيف، بس خليني شويه اقف مع وفاق الصيف، لانه الفريق ده ما كانش مرشح ابدا انه يوصل لدور نص النهائي، يعني ما كانش مرشح انه يكون من ضمن الاربعه الكبار. ويمكن مشواره في بطوله افريقيا السنه دي مش بالقوه او مش بالعنف، ويترجم ده وياكد على كلامي ده موقعه في جدول الترتيب في الدوري المحلي. وفاق الصيف بيحتل المركز التاسع في الوقت اللي بيواجه فيه النادي الاهلي النهارده، المركز التاسع بأعتقد 11 فوز 7 تعادلات 6 هزائم، وبالتالي موقفه في الدوري الجزائري مش أحسن حاجة. طبعا دي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الهواء مباشرة، هو خروج الجهاز الفني واللاعبين من المحاضرة الفنية. ده انتهاء المحاضرة الفنية اللي ألقاها مستر بيتسو موسيماني قبل ساعات من لقاء وفاق الصيف النهاردة. طبعا زي ما انتم شايفين أحمد عبد القادر بيعود للمشهد، أليو ديانج بيعود للمشهد، والاثنين مرشحين بقوة أن هم يكونوا في القائمة الأساسية اللي هتواجه وفاق الصيف النهاردة. هرجع وأكمل كلامي. وليد سليمان طبعا خبرة طويلة جدا في مشوار الأهلي الأفريقي، هاني كريم فؤاد أكيد هيكون ليهم دور كبير جدا. هرجع مرة تانية أكلم حضراتكم على وفاق الصيف، لأنه الحقيقة فريق كان مفاجأة. إذا كنا بنعتبد أنه السنة دي تقريبا الناس كلها تتفق على أنه بيترو دي لواندا او بيترو اتلتيكو الانجولي هو الحصان الاسود اللي عمل مفاجاه ووصل بالفعل للدور قبل النهائي. وبالمناسبه اللي ما يعني اللي مش متابع قوي، اعتقد انه الطرف الاول في مواجهه الاهلي باذن الله ان شاء الله لو وصلنا النهائي هيكون الوداد المغربي، اللي تفوق ذهابا في لواندا في انجولا بنتيجه 3-1، وتتبقى ليه مواجهه ثانيه على ملعبه يوم الجمعه اللي جاي. على كل الاحوال